السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: مرصد حقوقي، استثناء الصحفيين من صفقة التبادل، وصمة عار على الأمم المتحدة وطرفي المشاورات. غريفيث يلتقي آل جابر لمناقشة تطورات اتفاق الرياض. تعرض ناقلة نفط لعمل تخريبي في ميناء النشيمة بمحافظة شبوة. أبيان: مسلحون يقتلون جنديا في الحزام الأمني جنوب لودر. الأمم المتحدة تعلن تسيير رحلة جوية لنقل مرضى يمنيين من الأردن إلى صنعاء. البنك المركزي في عدن يحذر البنوك من التعامل مع شركات مالية غير بنكية وغير مرخصة. الصحوة نت: مقتل أكثر من 1500 تربوي وتشريد 20,000 على يد ميليشيا الحوثي. نقابة معلمي تعز تندد بالقصف الحوثي وتطالب بحماية المنشآت التعليمية ومنتسبيها. الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف عسكري على إحدى القرى الحدودية ولا إصابات. نائب الرئيس يهاتف محافظ الحديدة ويشيد بتصدي القوات لتصعيد ميليشيا الحوثي. مرصد الحريات يندد بإهمال ملف الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي. وكالة سباء: نائب رئيس الجمهورية يطلع على المستجدات في محافظة الحديدة. أمنية المهرة تناقش إجراءات تعزيز الاستقرار بالمحافظة. حكومة تصريف الأعمال تناقش مستجدات الأوضاع والمهام المثلة في المرحلة الراهنة. وزير الأوقاف يدعو إلى ترشيد الخطاب الديني وتوجيهه لخدمة ومصالح الناس. الإرياني يدين قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بمدينة تعز. إشادة وزارية بالنهضة التعليمية المهنية والجامعية في شبوة. وزير الثقافة يؤكد على أهمية الحفاظ على المخزون الحضاري العريق لشبوة. لقاء بمأرب يناقش تدخلات الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود الهولندية. لقاء موسع برئاسة كيفاين يناقش سبل تطوير القطاع السمكي ودعم الصيادين في شبوة. سهيل نت: سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بالسعودية. مرصد حقوقي: الصحافة في اليمن تواجه أبشع الانتهاكات والممارسات التعسفية. معين يلتقي البحسني ويوجه بسرعة تحويل المبلغ المعتمد لدعم وقود كهرباء حضرموت. مصادر فنية: بدء تسرب نفطي بخزان صافر وتعثر جهود أممية بسبب تعنت الحوثي. السفير السعودي وغريفيث يناقشان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض. الحكومة تدين قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية في تعز وتستغرب الصمت الأممي. إصلاح حضرموت: تجميد أجهزة الرقابة وتعطيل الحياة السياسية سبب تدهور الأوضاع. سبتمبر نت: الحكومة تشيد بانتصارات الجيش في الجوف ومأرب، ووزير الدفاع يقدم تقريراً حول المستجدات الميدانية. ناطق القوات المسلحة: الميليشيا الحوثية في انهيار تام، وقوات الجيش تواصل التقدم وتحقيق الانتصارات. كمين محكم للجيش يكبد الميليشيا قتلى وجرحى في تعز. مقتل 3 عناصر إرهابية والقبض على آخرين في عملية أمنية بمدينة الغيضة. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الوطن السعودي. الوطن السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين. الشرق الأوسط: خروق الحوثيين تكبدهم 130 قتيلا وجريحا في الساحل الغربي. العربية نت: قيادة الحوثي تتصارع على نهب المساعدات وأموال المانحين.
الحديدة مقتل وجرح 348 من ميليشيا الحوثي خلال 3 أيام. الدفاع المدني بجازان سقوط مقذوف حوثي على قرية حدودية. مقتل أكثر من 1500 تربوي وتشريد 20,000 معلم بأيدي الحوثي. ضمن اتفاق التبادل وفاة أسير تحت تعذيب الحوثيين. ميليشيا الحوثي تمنع اللقاح، الشلل يهدد أطفال اليمن. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشر في موقع الصحوة نت للكاتب يسلم البابكري، تحدث فيه عن الوفد الحكومي الزائر لشبوة. الصحوة نت. أعزائنا الوفد الحكومي الزائر لشبوة، أهلا ومرحبا بكم في محافظتكم، فلستم ضيوفا عليها، وإن كان بعضكم ربما يزورها للمرة الأولى، لكنها محافظتكم، ترحب بكم، شوارعها وأرضها وسماؤها وأزقتها وبساطة وكرم أهلها، ستجدون كل الترحاب حيثما نزلتم. لا شك أنكم تدركون كيف أن شبوة هي المحافظة الوحيدة المحررة بالكامل، والتي تدين بالولاء للسلطة وللحكومة الشرعية بكامل جغرافيتها. ولا شك أنكم أدركتم كيف انتقلت شبوة من قارعة الإهمال والحرمان إلى واجهة الإحداث والتأثير فيها، وتدركون أن على كل شبر يستضيفكم قدمت فيه تضحيات كبيرة لتصل شبوة إلى حالها اليوم. حقكم علينا أن نحتفي بقدومكم 3 ليال، وحقنا عليكم بعد 3 أن تسمعوا لمطالبنا للمرة الأولى في تاريخ شبوة. بتنا نفخر بانتمائنا لها، ومن لم يعلن هذا الفخر فهو يسره في نفسه لحساباته الخاصة. لن نحملكم مطالب كثيرة، ففي الحقيقة علمتنا التجارب أن نعتمد على أنفسنا، وما وصلنا لهذا الحال إلا بالاعتماد على النفس. لدينا مطلب وحيد نقوله لكم وتضعه على عاتقكم، وتحشدوا له مؤسسات الدولة، برلمان ورئاسة، ليصبح قضيتكم، وهي بالفعل كذلك. مطلبنا أننا كيمنيين عموماً وأبناء شبوة خصوصاً، أن عزة النفس وكرامتها تدفعنا ألا نبحث عن فتات أو مساعدات، ولدينا قدرة على العمل والإنتاج. مطلبنا أن لدينا أكبر مشروع اقتصادي في اليمن يمكن أن يرفد اقتصاد البلد ويبني المحافظة ويستوعب شبابنا. وهنا نسألكم كجهة مسؤولة ومعها كل مؤسسات الدولة، لماذا لا يتم تشغيل الميناء ويتم إغلاقه عمداً؟ لماذا نحرم من ثرواتنا؟ لماذا علينا أن نجوع أو نتوسل وخيراتنا معطلة؟ ليس علينا سبب مقنع لذلك، وليس لدينا أيضاً سبب مقنع للصمت على ذلك. سننتظر جوابكم لبعض الوقت، والذي نتوقع أن يأتي ولا يتأخر. ننتظر زيارتكم القادمة، وقد أنتج الغاز وعادت عائداته في مشاريع أكبر وأوسع وأشمل. تقبلوا ترحابنا بكم وسرورنا بقدومكم. إلى موقع سبتمبر نت، والذي نشر مقالا للعميد حيدر محفل، تحدث فيه عن ثورة 26 من سبتمبر، وقال إنها كانت الميلاد الحقيقي للجمهورية. سبتمبر نت. يحتفل اليمنيون بذكرى سبتمبر لما يحمل في طياته من معان ودلالات عظيمة، وهي التخلص من الموت، الظلم والفقر والجهل، والاستبداد والاستعباد والتسلط وحكم الفرد الواحد. الإمامة التي ارتكبت جرائم وحشية ضد اليمني واليمنيين، وتفننت في تجهيل اليمنيين والفتك بهم وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، لتتسلط عليهم وتذيقهم ويلاتها ووحشيتها. قبل 58 عاماً كان اليمنيون على موعد مع ميلاد جديد لوطنهم، ولدت فيه الجمهورية اليمنية، ومعها ولدت الحرية والعدل والنظام والقانون، ليتنفس اليمنيون بعدها الصعداء بعد أن داسوا وسحقوا عهد الإمامة البغيضة، وانتهى عهد الأشرار والظلم والجبروت. إن ارتباط هذا اليوم الخالد بما نحن فيه اليوم وما نعيشه ويعيشه كل غيور على بلده، من تآمر ممنهج على العقيدة والأرض والعرض والثروات،
له ارتباط وثيق وتشابه واضح وجلي من وجود فريقين، فريق متآمر يريد أن يجهز على البلد ويغرس الظلم والخراب، وفريق يريد إخراج البلد إلى النور لتواكب الحضارة وتواصل المسيرة على خطى ثورة سبتمبر المجيدة في تحقيق العدل والنظام والمساواة. إن من أهداف ثورة 26 من سبتمبر هو بناء جيش وطني قوي ولاؤه لله ثم لوطنه، ومن أهداف سبتمبر الرقي باليمنيين اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا وسياسيا، وقد تحقق ذلك. وما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية ما هي إلا استكمالا لأهداف الثورة والقضاء على من تبقى من جرذان الإمامة التي لا زالت تختبئ في الكهوف والمغارات وتنفذ سمومها وجيافها نحو اليمني واليمنيين. يا أبناء اليمن، إن الغادرين والحاقدين على بلادنا وعلى رأسهم المجوس الفرس قد أعدوا عدتهم وأحكموا خطتهم للنيل من هذا الوطن. الله الله، أن يؤتى الوطن من قبلكم وأنتم أبناؤه وحراسه. ثوروا كما ثار أجدادكم، انتفضوا في كل بيت وقرية وعزلة ومدينة وسهل وجبل، وحدوا كلمتكم ورصوا صفوفكم وأجمعوا إمكانياتكم ووجهوها لمواجهة عدوكم. إلى أبطالنا البواسل من منتسبي الجيش في كل الجبهات والسهول والجبال، اثبتوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، تحملوا كل المصاعب، تحملوا كل المعاناة من أجل وطنكم، فالنصر قادم وبشائر النصر تلوح في الأفق. لا تلتفتوا ولا تسمعوا للشائعات، خذوا حذركم من أصحاب الأفكار الضيقة والهدامة التي تستهدف نبلكم وإخلاصكم وكفاحكم للحيلولة دون تحقيق النصر، وأنتم مدفع الوطن وحصنه وسنده، فانتبهوا لتلك الكلمات المعسولة. أبطالنا الأشاوس، إنه عبر تاريخ البشرية وتاريخ النضال والكفاح التي خاضتها الشعوب لاستعادة حقوقها ودحر المحتلين والغزاة، لم يكن النصر ليأتي دون ثمن وتضحية وصبر ومصابرة، فقد ابتلي قبلنا الرسل والأنبياء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فيرد الله عليهم وعلينا أيضا، ألا إن نصر الله قريب. أيها الأبطال، ما نواجه اليوم من صعوبات ومعاناة ومعوقات لاستكمال النصر ما هي إلا مبشرات تؤكد قرب الفرج، والنصر صبر ساعة، وبعد اشتداد الظلمة ينفلق الفجر ويتنفس الصبح ويندحر الظلام وتختفي الخفافيش والثعالب لتستأنف الحياة من جديد. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب نسيم البعيثي، والذي كتب منشورا على صفحته تحدث فيه عن ضرورة توحيد الصف الجمهوري واللحمة الوطنية لمواجهة ميليشيا الكهنوت. توحيد الصف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، ووضع ضوابط وشروط لاستمرار تلك الأحزاب السياسية والعمل معا، إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وفق كوادر وكفاءات ليس وفق المحاصصة، في حينها سنحقق النصر على ميليشيا الإمامة والتخلف والكهنوت. فالانقلابيون الإماميون يدركون أنهم لن يستطيعوا الوقوف أمام مؤسسات نظامية احترافية تخضع لأوامر قياداتها العليا، خصوصاً أنهم يدركون أن تأسيس جيش وطني، جيش جاهز في كل مراحل الحرب للدفاع عن القضية الوطنية المتمثلة بتطهير الوطن من الحكم الميليشاوي الكهنوتي وتحقيق هدف استرداد وإرساء دعائم الشرعية المنقلب عليها، يدركون الهزيمة الساحقة والسقوط الأبدي لسلالتهم وأحلامهم المكذوبة لإعادة نظام الإمامة. سيخلد التاريخ المواقف الشامخة ضد من تآمر على أمن واستقرار وحرية هذا الوطن، وستدرس تضحيات الأحرار والأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل استعادة الجمهورية كنماذج نادرة في مدارس النضال للأحرار والوطنيين. أن كل الذي آمن بقضية وطنه واستبسل في الدفاع عنها رغم كل المؤامرات وكل الإرهاصات والعوائق التي تعترض نضاله، لن نجد له توأماً في بلد آخر. الشيخ محمد مقبل الحميري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن المعاناة التي يعيشها أبناء تعز في طريق هيجة العبد والحلول التي يمكن العمل بها.
الماعز يحاصرها حقد الميليشيات السلالية الحوثية منذ 6 سنوات، والمتنفس الوحيد هو طريق هجة العبد باتجاه طور الباحة. عدن، هذه الطريق تعرضت لأضرار جسيمة بفعل الأمطار وعوامل التعرية الأخرى وثقل الحمولات التي تمر عليها، وأصبحت بحاجة ماسة لإعادة التأهيل كونها أصبحت تشكل خطراً على حياة المسافرين عبرها، وحصلت فيها حوادث كثيرة. اليوم في اجتماع مجلس الوزراء طرحت موضوع طريق هجة العبد وضرورة العمل العاجل لإصلاحها كون ذلك أمر حتمي ولا بديل عنه. وللأمانة والإنصاف فقد وجدت دولة رئيس الوزراء مهتماً أكثر مما تصورت، وأطلعنا أنه قد أمر بصرف 350 مليون ريال بصورة عاجلة لترميم الطريق، وهو أيضاً يتابع الأشقاء في المملكة لإعادة تأهيلها بأحسن مما كانت. ولكن نظراً لتأخر الأشقاء بالمباشرة رغم الموافقة المبدئية، أمر بصرف المبلغ المذكور لأهمية الطريق الوحيد كمنفذ لتعز، ومتابعة الأشقاء مستمرة. شكراً لدولة رئيس الوزراء ولكل المهتمين، ونأمل من المعنيين متابعة سرعة الصرف ومباشرة التنفيذ، وسنكون عوناً لهم بما يخدم الصالح العام. أما وكيل وزارة الشباب والرياضة نادي عبد الله فقد كتبت تغريدة تحدثت فيها عن إرسال الحوثي القذائف على طلاب المدارس في تعز. الحوثي يرسل هدية للطلاب التمهيدي والأساسي من أطفال تعز في أول يوم دراسي للعام الجديد. طبعاً أرسل لهم قذائف لأنه لا يملك غير القذائف، وطبعاً استهدف المدارس لأن عدوه الأساسي التعليم ولا غير التعليم. إلى مصطفى ناجي والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن سعي الحوثي لتجهيل الساكنين والقاطنين في مناطق سيطرته بمختلف فئاتهم. بخطى مدروسة وممنهجة يمضي الحوثي نحو تجهيل الأطفال الواقعين في مناطق سطوته. لن يترك مجالا للتعليم الحكومي، فقط الميسورين سيتاح لهم تعليم أبنائهم منهجا يمجد طائفة الحوثي وحركته. الحوثي بحاجة إلى مقاتلين وليس إلى مواطنين متعلمين. التعليم سيكون حكرا على جماعة معينة، وهكذا تعود الإمامة. أما هاشم الأبارة فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن واحدية المعركة الوطنية المصيرية ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية. من أبواب الدريهمي إلى سوق الفاخر إلى نجد المجمعة إلى حدود مدينة الحزم، معركة واحدة وعدو واحد. صمود كل جبهة يشد من عزيمة الجبهة الأخرى، المجد للجنود الأبطال في كل المواقع والنصر لبلادنا وشعبنا وأكتوبر المجيد. أما الدكتور محمد جميح فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الحوثي مشبها له بالعنكبوت التي تجوع فتأكل صغارها. خلال اليومين الماضيين دفع الحوثي ثمنا باهظا على يد رجال القوات المشتركة في الساحل الغربي، وتم دحره من مواقع دخلها من قبل في مأرب. العنكبوت عندما تجوع تأكل صغارها، وهكذا يفعل الحوثي بمقاتليه عندما يلقي بهم للتهلكة، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أما همدان العلي فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن ضرورة محاسبة كل من لم يعلن موقفه من ميليشيا الانقلاب. لو كنت صاحب قرار في الشرعية لكلفت لجنة تقوم بحصر أسماء المسؤولين الذين يتهربون من تسجيل موقف معلن ضد الحوثيين خوفا على مصالحهم وإقالتهم فورا، ومن ثم تعيين الأحرار بدلا عنهم. تخاف على عقاراتك، اجلس في بيتك، أما الوظيفة فتحتاج أبطال لا جبناء وانتهازيين، أنتم أحد أسباب تأخير النصر. الناشطة إشراق المقطري كتبت تغريدة تحدثت فيها عن الاعتداء الغاشم الحوثي على مدينة تعز وأحيائها السكنية. خلال ربع ساعة عديت 16 قذيفة بنفسي، هزت الجحملية والكمب والثورة وهي أكثر الأماكن ازدحاماً من العائدين لمنازلهم بسبب تكاليف النزوح.
رعب بوسط الناس ومنهم زوجات معتقلين كنت منتظر أجلس معهم بالمكتب اضطروا للاختباء. هذه الأسلحة ذات النيران الغير مباشرة تزيد احتمالية إصابة المواطنين. أما أحمد عثمان وهو نائب رئيس دائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في تعز كتب تغريدة تحدث فيها عن إرسال الحوثي القذائف إلى مدينة تعز بمناسبة أول يوم دراسي للمدارس. إرسال الحوثي القذائف إلى مدارس تعز بمناسبة أول يوم دراسة رسالة واضحة يثبت كم هو الحوثي عدو للتعليم ولديه حساسية من العلم، فنظرية حكمه قائمة على الخرافة التي تنتعش في بريك التجهيل الآسنة. بالوعي والتعليم والإرادة ستنتصر تعز، بالقلم والبندقية ستتحرر اليمن. أما عبد الباسط الشاجع فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن اتفاق السويد وقال إنه ولد ميتا مشوها. اتفاق السويد ولد ميتا مشوها، لم يخدم سوى العصابة الحوثية، أوقف عملية تحرير الحديدة وانتزاع موانئها الشريان الاقتصادي الذي يغذي حروب الحوثية ويراكم ثراء السلالة المغتصبة للحكم. النصر للأبطال الميامين الذين يتصدون ويقاومون الحوثية في ساحل الحديدة ويطوون صفحة الاتفاق الجائر لمارتن. أما وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني فقد أدان بشدة القصف المتواصل على مدينة تعز من قبل ميليشيا الانقلاب. ندين ونستنكر بشدة القصف الإجرامي المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالأسلحة الثقيلة من مواقعها في تبتي سوفتيل والسلال على مدينة تعز، والذي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين الذين بدأوا بالعودة لمنازلهم وراح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.